بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع المراجعة المعية للصف التاسع عام لمادة الرياضيات، السؤال الأول يقول لي: أوجد معكوس الدالة. كيف نوجد معكوس الدالة؟ بكل بساطة، إننا أول حاجة عندي أربع خطوات لازم أتبعهم. الخطوة الأولى بستبدل الـ fx بحرف الـ y، يبقى الـ y بيساوي 2 على 3 x زائد مين زائد 6. بعد كده بستبدل الـ x مع الـ y أو سويب x and y، يبقى عندنا x يساوي 2 على 3 y زائد 6. بعد كده بنعمل solve for y، solve for y أو بنحل من أجل الـ y. وبالتالي أحل كيف؟ يبقى لازم أعمل عمليات عكسية للعمليات الموجودة عندي. أنا عندي الموجب 6، يعني عملية جمع عكس الجمع المطرح. يبقى x هنطرح منها 6 تساوي 2 على 3 y زائد 6، نطرح ايضا منها 6. طبعا 6 ناقص 6 0، وبالتالي اقدر كنسل، وبالتالي اصبح عندنا x ناقص 6 تساوي 2 على 3 y. عايزين نتخلص من هذا المعامل للواي. طب المعامل ده عباره عن 2 على 3 المضرب في المعكوس الضربي اللي هو 3 على 2. يبقى اصبح عندنا 3 على 2 مضروبه في x ناقص 6 تساوي اي عدد اضربه في المعكوس الضربي الخاص به يعطيني 1، يبقى يظل مين؟ يظل معايا الواي. وبالتالي اقدر استبدل بعد كده الواي برمز معكوس الداله اللي هو اف انفيرس، يساوي عباره عن كام؟ 3 على 2 مضروب في x ناقص 6. ابحث بقى عن هذا الاختيار. هنا الاحظ ان في الاختيارات لا توجد اقواس، معناه ان انا عملت عمليه تبسيط. يبقى هعمل ايه؟ هضرب 3 على 2 في الاكس، احصل الناتج عندي 3 على 2 اكس ناقص. هضرب 3 على 2 ضرب 6، احصلها كام؟ احصلها في الاخر 9. وبالتالي اصبحت النتيجه 3 على 2 اكس ناقص 9، وهي الاجابه الاولى الموجوده عندنا. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسؤال الاول. والمعكوس للداله موجود عندنا من الدروس المهمه، وخلي بالنا في الامتحان اللي جاي منها مثلا ان شاء الله. بيقول لي: حدد المعادله التي لها حل مختلف عن المعادلات الثلاثه الاخرى. يبقى عشان اقدر احدد المعادله لابد من الحل. فانا عندي n زائد اول واحده مثلا n plus 14 equal to 7. طيب عكس عمليه الجمع عمليه الطرح، يبقى نطرح 14 من الطرفين، وبالتالي احصل النتيجه النهائيه ان بيساوي كام؟ 13. يبقى اذا حل المعادله الاولى اصبح 13. المعادله الثانيه عندنا 5 زائد الان اقسمها على 2 تساوي 9. عشان نعمل عمليه عكسيه بلازم اضرب الطرفين في 2، وبالتالي احصل على ان زائد 5 او 5 زائد ان هي لان عمليه الجمع عمليه تبادليه يساوي كام؟ 18. نطرح 5 من الطرفين نحصل ايضا ان بكام؟ 13. يبقى نفس اللي فوق. تمام، تعال نشوف الجزء الثاني او رقم سي. عندنا ان ناقص 16 تساوي 29. اجمع او ضيف 16 للطرفين، احصل كام؟ احصل ان تساوي 5 وكام؟ 45. اصبحت مختلفه عن اول اثنين جبناهم. تعال نتاكد من الثالثه. انا عندي ان زائد 12، يبقى نطرح 12 من الطرفين، احصل الان بكام؟ ب 13. يبقى اذا رقم A ورقم B ورقم D الحل الخاص بهم لان يساوي 13، اما رقم C الحل الخاص بها كان 45، ولذلك فهي مختلفه المطلوب مني في السؤال. نشوف السؤال الثالث. وجد ان عدد الرسائل التي تستلمها على لوحه الرسائل تتغير طرديا. خلي بالنا طالما تغير طرديا او بنسميها احنا عندنا الدايركت فاريوس او فاريوس دايركتلي، نخلي بالنا منها ان انا عندي لابد يبقى الواي تساوي الكي اكس، وهذه معادله مين؟ التغير الطردي. ولكن نخلي بالنا احنا هنسمي الواي عباره عن ايه والكي والاكس عباره عن ايه. فهنا بيقول لي ايه؟ تتغير طرديا، يبقى عدد لوحه الرسائل يبقى سمي الواي لوحه الرسائل تتغير طرديا مع عدد الرسائل، يبقى اذا الاكس هنسميها عدد الرسائل. طب هنا بيقول لك عندما تنشر 5 رسائل انت تستلم 12 رساله في المقابل. يبقى خلي بالنا هنا الرسائل التي تنشرها عدد الرسائل التي تنشرها اللي هي الاكس. طب كم انا نشرت كم واحده؟ 5. يبقى اذا الاكس ب 5، يبقى اذا كي مضروبه في 5 يساوي الواي. انت تستلم كم رساله؟ تستلم كم؟ 12. وبالتالي اوجد قيمه الكي هو ثابت التناسب، اقسم على 5، وبالتالي كي تساوي 12 على مين؟ على 5.
يبقى أصبحت معادلة التغير الطردي عبارة عن واي تساوي 12 على 5 مضروبة في إكس. هذه معادلة التغير الطردي المبيان. ولكن هو مش عايز المعادلة، هو عايز عدد الرسائل التي تحتاج إلى نشرة، لنحتاج إلى إلى نشرة لتستلم كام؟ لتستلم 96 رسالة. يبقى إذا لتستلم، إحنا التي تستلمها اللي حسبناها مين؟ الواي. يبقى إذا الواي قيمتها 96 تساوي 12 على 5 مضروبة في مين؟ في الإكس. وبالتالي هضرب في المعكوس الضربي، يبقى هضرب في 5 على 12 في الطرفين، أحصل الناتج اللي عندي كام؟ طبعا 5 على 12 ضرب 12 على 5 يتكنسل مع بعض من نهاية واحد، أحصل كده عندنا 96 على 12 أحصلها 8، 8 ضرب 5 أحصلها كام؟ 40. وبالتالي الإجابة الصح اليمين رقم دي. هذا بالنسبة لمسائل التغير الطردي، ولكن ممكن نعملها بحياة ثانية، نعملها عن طريق التناسب. طالما تغير طردي يبقى ممكن أحل باستخدام التناسب. أنا عندي هنشر كم رسالة؟ 5. استلمت كم رسالة؟ 12. طب أنا عدد الرسالة التي تحتاج إلى نشرها، يبقى أنا عايز أنشر، يبقى أسميها وليكن إكس. طب لكي أستلم كم رسالة؟ 96 رسالة. وبالتالي أقدر أحل هذا التناسب باستخدام الضرب التبادلي، يبقى عندنا 12 إكس يساوي 5 ضرب 96، وبالتالي الإكس يساوي كام؟ 5 ضرب 96 أقسمها على مين؟ على 12، أحصل نفس النتيجة لـ 40. فهذه طريقة أخرى لمين؟ لعملية الحل. نشوف سؤال ثاني ونشوف نحل ازاي. يقول اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع أو اللي هي ايكويشن أو سلوب انترسبت. يبقى خلي بالك سلوب انترسبت يبقى معناها الواي يساوي ام اكس زائد بي، حيث الام اللي هي عبارة عن سلوب أو الميل، والبي اللي هي عبارة عن واي انترسبت أو مقطع مين؟ مقطع محور واي. طب تعال نشوف، هو يمر بالنقطة، أيوه، يبقى أنا عندي النقطة عندنا 5 و7، هذه نقطة. طب وعامودي على أو بيربنديكولار تو، يبقى أول ما يقول لي بيربنديكولار تو يبقى هبدأ بمين؟ بالمعادلة اللي هو عاطيني إياها. يبقى عندنا واي ناقص، عندنا واي ناقص كام؟ 3 إكس تساوي 1. ارحل الواي 3 اكس بشاره مخالفه، وبالتالي واي تساوي 3 اكس زائد 2 واي. معناها رحلنا ليه رحلنا؟ معناها انا ضفت هنا 3 اكس واضفنا هنا 3 اكس. اصبحت الناتج عندي في هذه الصوره. يبقى اقدر اوجد الميل واسميه ام 1، معادله المستقيم المعطى، معادله المستقيم اللي هو اعطيني اياها في السؤال. يبقى اذا الميل المستقيم عباره عن مين؟ الميل المستقيم 3. طب انا عايز كلمه بيربنديكولار او عمودي، شرط التعامد اللي هو بيربنديكولار او كلمه عمودي. ايه شرط التعامد؟ ان انا عندي ام 1 تايمز ام 2 ايكوال نيجاتيف 1، يبقى عوض طبعا ام 1، يبقى عندنا 3 تايمز ام 2 ايكوال نيجاتيف 1، وبالتالي اقسم على 3 احصل ام 2 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر مين؟ اوفر 3. هذا هو الميل المطلوب مني. طب تعال نعوض كده عشان نقدر نجيب المعادله، وبالتالي ابدا عمليه مين؟ تعويض. تعال نعوض كده، انا عندي واي تساوي الميل حصلناه سالب 1 على 3 سالب 1 على 3 اكس زائد البي. كيف اوجد البي؟ عن طريق استخدام هذه النقطه التي يمر بها المستقيم. يبقى عمليه تعويض، هذا قيمه الاكس وهذا قيمه مين؟ الواي. يبقى عندنا 7 تساوي سالب 1 على 3 مضروب في الاكس اللي هي 5 زائد مين؟ زائد البي. طبعا هنا حسابات بسيطه اقدر اوجد قيمه البي او باستخدام الاله الحاسبه. يبقى عندنا 7 هنا تبقى 5 على 3 بالسالب، يبقى معناه ان انا اضيف للطرفين، يبقى موجب 5 على 3 تساوي مين؟ البي. واذا قيمه البي تساوي كام؟ طبعا اوحد المقامات واجمع 5 على 3، طبعا 7 معناها 21 على 3 زائد 5 على 3 معناها 26 على مين؟ على 3. هذه بالنسبة لمين؟ لقيمة البي. يبقى المعادلة المطلوبة عبارة عن سالب 1 على 3 اكس زائد 26 على مين؟ على 3. وبالتالي حصلنا على المعادلة اللي هي الأخيرة، سالب 1 على 3 اكس زائد 26 على 3. هذا بالنسبة لمين؟ للمعادلة. ممكن يطلب مني الموازي، لو طلب مني الموازي للتمثيل البياني معناها M1 equal M2، يعني نفس الميل الموجود في المعادلة الموجودة عندي في السؤال هو نفس الميل المطلوب مني في الحل.
تعال بقى نشوف سؤال ثاني ونشوف محله ازاي. يقول اي زوج من ازواج النسب يشكل تناسب، ودي اسهل مساله ممكن تجينا في الامتحان، بنخلي بالنا. فاذا اعرف ازاي؟ بعمل عمليه ضرب تبادل. يبقى اذا هضرب السته مع الخمسه، يبقى سته ضرب خمسه احصلها 30، واضرب العشره ضرب اثنين، عشره ضرب اثنين تساوي 20. هل الناتج متساوي؟ لا. يبقى اذا هنا لا يمثل، يبقى اذا الاول واحده غلط. نروح نشوف الجزء الثاني، نفس الكلام ضرب تبادلي، يبقى خلي بالي هضرب 3 من 10 هضربها في كام؟ في 2، خلي بالي دي 2، يبقى 3 من 10 ضرب 2 احصلها 6 من 10. طب نضرب 1.5 مضروبه في 5 من 10 احصلها 7 او كام؟ احصل عندي 75 75 من 100. لان عندي 5 مصايب 75، وخلي بالنا هنا علامه بعد رقم وهنا علامه بعد رقم، يبقى العلامه بعد رقمين. طب الجزء الثاني ايضا ايه؟ اقول له نو. طب الجزء الثاني 4 ضرب 7 احصلها 28. طب لما اضرب 5 ضرب 5 احصلها 25، يبقى اذا غير متساويين. طب الجزء الاخير يبقى هو العلاقه اللي احنا محتاجين. طب تعال نتاكد، هضرب 4 من 10 ضرب 6 احصلها 4 سوري 2 و4 من 10. طب لما اضرب 3 من 10 ضرب 8 ايضا احصلها 2.4، وبالتالي الناتج متساوي. يبقى هو الحل الصحيح اللي انا عايزه، اللي هو يشكل تناسب، يشكل تناسب. نشوف سؤال ثاني. عايزين نحل متباينه زي اللي قدامنا ليها، طبعا حلها قلنا عن طريق اجراء العمليات العكسيه للعمليات الموجوده عندنا. طب بيقول solve the inequality for 3 greater than negative 4y plus 11. هنعمل فيها اولا عندي بلس 11 عكس بلس، يعني دي عمليه اديشن، يبقى عكس سبتراكشن او عكس عمليه طرح. وبالتالي اقول 43 ماينس 11 جريتر ذان نيجاتيف 4y بلس 1 ماينس 11. اكنسل 11 مع ماينس 11، يبقى نيجاتيف 4y ليس ذان 43 ماينس 11، احصل عندي 32. يعني عندنا 2 و3. طب هنا هنعمل ايه؟ عايزين نتخلص او نلغي معامل مين؟ الواي. يبقى لابد من القسم على سالب 4، وهنا ننتبه نخلي بالنا جيد. القسم على سالب او الضرب في على السالب في المتباينه، يبقى لابد من تغيير اتجاه علامه التباين، ونخلي بالنا ننتبه هي جيد. يبقى انا هقسم كده سالب 4 واي على سالب 4. وهنا 32 اقسمها على سالب 4. علامة التباين في حالة القسمة على عدد سالب أو الطرف على السالب لابد يتغير اتجاه هذه العلامة. وبالتالي أكنسل سالب 4 مع سالب 4، يبقى حصلت الواي أكبر من كام؟ من سالب كام؟ من سالب 8. يا ترى أي واحدة فيهم صحيحة؟ نخلي بالنا، واحد يروح يختار مين الأخيرة. طب أنت خلي بالك من المشار من الإشارة، أنا عندي هنا علامة التباين مفتوحة ناحية مين؟ مفتوحة ناحية الواي. فتعال نعيد الترتيب كده، أقول واي وهنا سالب 8، العلامة مفتوحة ناحية الواي تظل زي ما هي كده، أنا عملت عملية ترتيب فقط. يبقى إما أقرأها بهذا الشكل من اليمين اليسار، أقول واي أكبر من سالب 8، أو أقول سالب 8 أقل من واي، أو أكتبها بهذا الشكل. وبالتالي الاجابه الصح اللي هو واي اكبر من سالب 8 اليمين البي. نشوف سؤال ثاني ونشوف تحله كيف، وهنا من الاسئله خلي بالنا منها مهمه وموجوده عندنا امثله كثيره زيها في الكتاب. فهنا بيقول اكتب متباينه. ايوه طالما خلي بالك، طالما هنا السهمين واحد يمين وواحد يسار، يبقى لابد انك انت تبقى عارف ان المتباينه دي عباره عن الاور. هي عباره عن مين؟ او. وبالتالي الجزء رقم سي في اند يبقى مش مرفوض، والجزء رقم بي في اند يبقى مرفوض. طب ظل معايا اكتب صح. طب لو لاحظت هتلاقي الكلام مكتوب صحيح، ولكن اختلاف في حاجات بسيطه. فهنا دايما انا عندي اما اقول اكس، طبعا على اليسار بكتب دايما اقل منه، واكس على الناحيه اليمين يبقى بكتب اكبر منه. ولكن عندنا هنا اقل من كام؟ من سالب 3. ولكن انتبه، هذه النقطه مضلله، طالما مضلله يبقى علامه التساوي موجوده. طب اكبر من الصفر، ولكن عند الصفر دائره غير مضلله او اوبن سيركل، يبقى اذا لا يوجد معها علامه تساوي. يبقى هنا خلي بالنا في الرقم ايه، في علامه تساوي مع سالب 3 وفي علامه تساوي مع الصفر، يبقى اذا ايضا غلط. يبقى الصح عندنا مين؟ اللي هو الدي. هذا بالنسبه لطريقه معرفه المتباينه او كتابه المتباينه. اما اذا كان هذا المنظر مثلا عندنا مثلا عند الصفر
وعندنا مين؟ عندنا عند الموجب 2 وظل الجزء في الوسط، فدي هكتبها كلمة ان. يبقى اقدر اقول له كده يمين الصفر فاكس اكبر من او يساوي صفر عشان دائرة مضللة. وبعد كده عندنا الواي سوري الاكس، ايضا بالنسبة للاكس طبعا الاكس بالنسبة للاثنين على يسار يبقى اقل من او يساوي مين؟ اقل من او يساوي الاثنين. ممكن اعملها مثل هذه او اكتب كلمة ان، او اكتبها كيف؟ طالما مظلل ما بين الصفر والاثنين اقدر اقول صفر اقل من اكس اقل من كام؟ اثنين. طالما عندي دوائر مضللة يبقى لابد من علامة علامة يساوي. هذه بالنسبة مين؟ للثلاث أشكال اللي ممكن يجونا فيهم في الامتحان. نيجي المسألة الثانية اللي هي حل المتباينة اللي هي الأبسولوت فاليو أو القيمة المطلقة. القيمة المطلقة، خلي بالك. طب أحلها إزاي؟ عندنا هنا أي متباينة أو معادلة فيها أبسولوت فاليو لابد من كتابة لها حالتين، نون نيجاتيف كيس ونيجاتيف كيس. الحالة الموجبة والحالة الغير موجبة. او الحالة السالبة والحالة غير سالبة، نخلي بالك. وبالتالي اكتب كده اقول له 2 اف اول جزء زائد 7 اكبر من او يساوي 21. يبقى الحالة اللي هي النون نيجاتيف بكتبها هي هي نفس المتباينة ولكن مع حذف علامة التباين على علامة الابسولوت فاليو. طيب الحالة الثانية اقول له 2 اف زائد 7 هنا اعكس علامة التباين واغير اشارة العدد يبقى سالب 21، ثم اجري على العمليات اللي احنا متعودين دايما عليها. انا عندي زائد 7 عكس الجمع يبقى طرح، يبقى نطرح 7 من المتباينات الاثنين نفس الكلام. يبقى كنسل السبعة مع السبعة احصل عندنا 2f greater than 21 ناقص 7 احصلها كام؟ 4. نفس الكلام الجزء الثاني اللي هو النيجاتيف كيس، وبالتالي اقول 2f is less than or equal نيجاتيف 21 نيجاتيف 7 يعطينا نيجاتيف 28. هنا نفس الكلام العمليه العكسيه لهذه العمليه، انا عندي 2 تايمز اف، العمليه العكسيه للتايمز او الضرب عباره عن مين؟ القسم. يبقى هقسم، يبقى اقسم على 2 لحسن الحظ هنا عدد موجب. طب هقسم ايضا هنا على 2، طالما قسمت على عدد موجب العلامات تظل كما هي الخاصه بعلامه التباين. وبالتالي اقدر اقول كده اعمل اف 2 تقسيم 2 1 اكبر من او يساوي 14 ناقص تقسيم 2 احصلها كام؟ 7. يبقى هذا الجزء الاول. اقسم على 2 يبقى اذا اف اقل من او يساوي سالب كام؟ 14. وبالتالي كده حللنا السؤال، بس نخلي بالنا ان طالما فيها علامه اكبر يبقى معناها كلمه مين؟ اور. لو ان عندي علامه اقل من او يساوي او اقل من يبقى معناها كلمه مين؟ كلمه اند. طبعا اند بالعربي معناها وا، واور معناها بيانات كلمه او. يبقى خلي بالك. وبالتالي عندنا انا عايز اكبر من او يساوي 7، عندنا انا اكبر من او يساوي 7 واقل من او يساوي سالب 14، يبقى دي هنا فيها موجب هنا عكس الاشارات ما تنفعش. طب تعال نشوف الاولى كده، اف اقل من سالب 14 اهي موجود. طب الاف اكبر من او يساوي سالب 7 يبقى ايضا خطا. طب الثالثه يبقى اف اكبر من او يساوي سالب 14، هل هي اكبر من؟ لا، يبقى خطا. يبقى اذا الاجابه الصح يمين دي. نتاكد انا عندي اف اقل من او يساوي كام؟ سالب 14. طب الاف اكبر من كام؟ او يساوي 7، صح. هذه بالنسبه لمين؟ لحل المتباينه اللي هي القيمه المطلقه، او حل متباينات القيمه المطلقه اللي هي ابسولوت فاليو ايكويشن انيكواليتي. نخلي بالنا من هذه النوعيه. سؤال ثاني هنا، ودي سؤال بسيط جدا، عباره عن بيقول لي اوجد قيمه التعبير. يبقى هنا ما علينا الا عمليه تعويض مباشر. كيف اعوض؟ انا عندي ايه عالمي، طب الاي بكام؟ يبقى سالب 2 على البي بكام؟ ب6. اس كام موجود عندي في السؤال؟ اس 2 ناقص السي كام؟ السي قيمتها ب2. طب يا ترى الاي بكام؟ بسالب 2 ناقص البي بكام؟ ب6. عمليه حسابات بسيطه او ممكن احلها بالالحاد. وبالتالي اقول له كده مربع السالب 2 معناها 4، لان سالب 2 ضرب سالب 2 بيساوي 4. مربع السته عباره عن 36، وممكن اعمل عمليه تبسيط لو انا بسطها يطلع لي سالب 1 على مين؟ على 3، صح؟ وممكن ابسط بعد مين؟ بعد الاسس. ناقص الاحظ ان البسط عباره عن كام؟ 2. طب سالب 2 اضيف عليها سالب 2 ثاني او نطرح منها 6، يبقى سالب 2 نضيف عليها سالب 6 او سالب 2 نطرح منها 6، وبالتالي احصلها كام؟ سالب 8.
أنا عملت تبسيط، لو أنا قسمت البسط على 4 يبقى 1، وأقسم المقام على 4 حصلها كام؟ 9، يبقى الناتج 1 على كام؟ على 9، ناقص. ولكن نخلي بالنا في سالب هنا وفي سالب هنا، فممكن الضرب مع بعض حوالي يمين إلى موجب، أقسم البسط على 2، أقسم المقام على 2، أحصل النتيجة كام؟ 1 على 4. هنا عشان أقدر أجمع لابد من توحيد المقامات، يبقى أوحد المقامات كيف؟ أضرب الأربعة في 9، يبقى يعطيني 36. اعمل الضرب التبادلي، يبقى 1 ضرب 4 4 زائد 9 ضرب 1 كام؟ 9، يبقى اذا الناتج النهائي 13 على 36، وبالتالي الاجابه الصحيحه او هي اول اجابه. طبعا انا لو عملت الكلام ده الخطوه الاولى ممكن اخلص الباقي باستخدام الاله الحاسبه عشان انجز في موضوع الاختيار من متعدد. نيجي هنا بيقول لي بسط سمبليفاي نيجاتيف 3 تايمز اكس واي بلس 2 واي بلس 5 واي ماينس اكس. يبقى اول حاجه بعمل عمليه فك الاقوال باستخدام الديستريبيوتيف بروبرتيز او خاصيه التوزيع. طب تعال نشوف كده، لابد من ضرب السالب 3 مره في الاكس واي واضرب السالب 3 مره في كام؟ في 2 واي، يبقى احصل سالب 3 اكس واي ناقص 6 واي، واكتب الباقي كما هو 5y ماينس x. بعد كده هنعمل كومباين لايك تيرمز، يعني هنعمل عمليه تجميع للحدود المتشابهه، وبالتالي انا عندي سالب 3xy لا يوجد مثيل له، بعد كده عندنا زائد عندي سالب 6y وموجب 5y ناقص مين؟ x، وبالتالي اقول له سالب 3xy، طبعا سالب 6 مع موجب 5 يعطيني سالب 1، يبقى سالب y ماينس مين او ناقص مين اكس، وهذا كده هي المساله خلصت، وبالتالي الاجابه الصح اليمين السي. ننتبه حاجات بسيطه، مهارات بسيطه محتاجينها عشان نقدر نحل هذه النوعيه من الاسئله. نشوف سؤال ثاني من الاسئله الموجوده عندنا. بيقول لي اوجد قيمه اكس، فايند ذا فاليو اوف اكس سو ذات ذا تو فيجر هاف ذا سيم اريا. يا ترى قيمه الاكس اللي هنا ديت قيمتها بكام؟ عشان يبقى مساحه المستطيل الاول هي نفس مساحه المستطيل الثاني. هذا معناها طب مساحه المستطيل الاول عباره عن ايه؟ الاريا عباره عن ايه؟ يبقى الاريا دايما عباره عن لينث ضرب ويدث او الطول ضرب العرض. يبقى عندنا هنا 10 ضرب الاكس، يبقى اذا مساحه المستطيل الاول 10x. طب بالنسبه لمساحه المستطيل الثاني يبقى هطبق نفس القاعده. طب انا عندي خلي بالنا من الضلع اللي تحت الموجود اسفل، عندنا جزء منه x والجزء الثاني 3، يبقى اذا الضلع كله عباره عن x زائد مين 3، هضربها في الضلع العرض او الطول، يبقى اضرب السته مضروبه في x زائد مين 3. تعال نفك الاقواس عن طريق خاصيه التوزيع او الديستريبيوتيف بروبرتيز، نخلي بالنا يبقى 6 ضرب x احصلها 6x، 6 ضرب 3 احصلها كام؟ 18. هو بيقول لي انا عايز سيم اريا او المساحه ذاتها. طب يبقى اذا ماذا؟ يبقى اذا المساحتين متساويتين، وبالتالي ابدا اقول ال 10 اكس لابد انها تساوي مين؟ 6 اكس زائد مين؟ 18. عايز اكتب الاكس في طرف واحد، يبقى لازم ان اتخلص من مين؟ من ال 6 اكس كام؟ انا دي مجموع جمع، يبقى نطرح او دي موجب، يبقى نطرح ذا سالب 6 اكس من الطرفين. يبقى 10 اكس ناقص 6 اكس احصلها 4 اكس تساوي 6 مع سالب 6 اكس، ضعوا مع بعض يظل عندنا مين؟ 18. قسم الطرفين على 4 يبقى حصل قيمه الاكس يساوي كام؟ 18 على 4 يعني عباره عن كام؟ 4.5، ويبقى المساله كده انتهت، يبقى الاجابه الصحيحه 4.5. هذه بالنسبه مين للطريقه؟ ممكن يقول لي البيراميتر او المحيط، فخلي بالك محيط المستطيل، محيط المستطيل عباره عن 2 ال زائد 2 دبليو، لو قال لي قيمه كلمه المحيط او البيراميتر يبقى هستخدم هذه مين؟ هذه القاعده. يبقى نخلي بالنا من النوعيات الاسئله البسيطه اللي زي كده في الامتحان. هنا بقى جاب لي مساله، وطبعا لازم افهمها صح عشان اقدر اكتبها صح. فهنا مثلا نمشي مع المساله واحده واحده. بيقول لي ايه؟ 7 تايمز ذا سم، 7 تايمز، 7 تايمز ذا سم اوف، لما يقول لي ذا سم اوف معناها اعمل قوس. اوف ايه؟ اي سكوير، اي سكوير يعني ايه؟ يعني اي تو ذا باور 2. اند يبقى هنجمع مين؟ بي، يبقى عندنا مين؟ بي. خلاص؟
طب بعد كده بيقول لي ماينس ماينس بهذه الطريقة 4 تايمز يبقى عملية ضرب ذا صن يبقى يفتح قوس ممكن يقول لي ذا صن أو كوانتيتي أوف يبقى إذا أوف A سكوير A سكوير A سكوير and B يبقى زي ما هي كده زائد مين وبالتالي طبعا أقدر أكتبها كده بهذه المنظر بهذا الشكل A تربيع زائد B ناقص 4 في A تربيع زائد 2 زائد B وهذا الشكل عبارة عن مين الجزء لو لاحظته هتلاقي آخر واحدة تحت فلن نخلي بالنا من هذه المسائل فخلي بالكم من الكلمات عشان نقدر نجاوبها صح تعالى بقى نشوف سؤال ثاني بيقول حل المتباقي حل المعادلة احنا خدنا من شوية متباينة عن الابسوليوت فاليو او القيمة المطلقة هنا معادلة بنفس الطريقة نقدر نحل اللي هي النون نيجاتيف كيس والنيجاتيف كيس وبالتالي مرة اخدها بالموجب يبقى عندي 2 اكس ناقص 3 يساوي 7 ومرة اخدها بالسالب يبقى 2 اكس ناقص 3 تساوي سالب 7 وبالتالي هنضيف 3 الى الاطراف في كلتا الحالتين يبقى اقدر اكنسل وبالتالي 2 اكس ايكوال 10 الجزء الثاني يبقى عندنا 2 اكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 4 انا عندي ماينس 7 بلس 3 طب اقسم على 2 كل من المعادلتين يبقى اذا اكس ايكوال 5 يبقى ده هو الحل اكس ايكوال نيجاتيف 2 لان هقسم نيجاتيف 4 على 4 على 2 احصلها نيجاتيف 2 يبقى اذا المجموع في حل عباره عن مين؟ عباره عن سالب 2 وكام؟ و5 طب افرض طلب مني ارسم هذا الحل على مين على خط الاعداد يبقى خلي بال طالما المعادله بعمل نقاط فقط لا ما بعملش اسهم خاط وبالتالي عندنا عند السالب 5 عند السالب 2 اعمل دائره مظلله بهذا المنظر وعند الخمسه ايضا دائره مظلله بهذا المنظر وكده خلص السؤال اما لو متباينه بظل بعمل اسهم يمين يسار على حسب المتباينه الموجوده عندي نشوف سؤال ثاني ونشوف نحله ازاي بيقول اكتب معادله للحد العام للمتتابع الحسابي يبقى انا عندي خلي بالك عشان اقدر اجيب متتابع الحد العام او اللي هو انت ترمز يبقى معناها ايه معناها لازم تحافظ القاعده خاصه بالحد العام وبالتالي القاعده عباره عن ان ايكوال اي 1 بلس ان ماينس 1 تايمز دي طب يا ترى اي 1 عباره عن مين الفيرست تيرم او الحد الاول يبقى اقول عليها الفيرست تيرم او الحد الاول طب والان دي عباره عن مين ده رقم الحد او ترتيب الحد ذا اوردر اوف ذا تيرم طب رقم الدي عباره عن مين الكومن ديفرنس او بنسميه اساس المتتاليه اساس المتتاليه اللي بنسميه كومن ديفرنس هذا بالنسبه مين للكلمات اللي لازم تكون عارفها طب ايه وانا اجيبه منين موجود عندنا في المساله اول حد موجود عندنا يبقى عندنا A1 ايكوال 15 طب يا ترى حرف الدي اجيبه كيف؟ اطرح الحد الثاني ناقص الحد الاول، يبقى عندنا 13 ناقص 15، احصل الدي بكام؟ وهننسى ونغلط في الاشارات. ابدا بقى اعوض عن حرف دي وعن الـ A1 طب والـ N؟ لا هتظل كما هي، وبالتالي تعال نعوض كده، يبقى عندنا A N يساوي A1 حصلناها 15 زائد N ناقص 1 مضروبة في سالب 2. كل اللي هنعمله هنفك الاقواس يبقى عندي 15 اضرب سالب 2 ضرب الام احصلها سالب 2 ام سالب 2 ضرب سالب 1 احصلها موجب 2 اجمع الحدود المتشابهه يبقى 15 وعندنا موجب 2 يبقى احصلها 17 ناقص 2 ام وهذا هو المطلوب مني في السؤال ولكن نخلي بالنا ان هنا الام لازم يكون اكبر من او يساوي كام؟ 1 طبعا هو مكتوب عندنا جاهزة ان ام سالب واحد وهكذا يوجب واحد في كل الحالات. طبعا اري ايهما صحيح؟ الاحظ ان هو رقم مين؟ رقم بي. هذا بالنسبه مين المساله على المتتاليه الحسابيه فنخلي بالك. هنا بيقول حل المعادله اكس بلس دي ايكوال اي دبليو 9 ماينس واي. طيب الايجاد واي فور سوري ايجاد الاي معناه ايه؟ عايزين نجعل الاي في طرف لحال. تعال كده نشوف مع بعض ونشوف نحلها ازاي هذا التمرين وبالتالي عندنا ax plus z equal a w minus 1 انا عايز اخلي الاي مع الاي يبقى هنا عندي a w الاي w
فممكن اخلي ال W في البداية او اخلي ال X راحلة مع ال W، اي واحدة صح. طب تعال نشوف كده، انا عندي سالب Y، يبقى نبدأ نضيف Y في الطرف اليمين ونضيف Y في الطرف اليسار، كده اتحذفت ال Y، يبقى ظل معنا A W يساوي A X زائد Z زائد Y. عايزين نحذف ال AX من هذا الطرف، يبقى نطرح AX من الطرفين، حصلنا في حالة Z زائد Y يساوي AW ماينس AX. تلاحظ ان عندي ال A مكرر، يبقى هستخدم خاصية التوزيع بس بالطريقة العكسية، لأن احنا عارفين ان ال A لو ضربتها في W ناقص X أحصلها A مضروبة في ال W ناقص ال A مضروبة في ال X. طب نفس الكلام، يبقى إذا الكلام ده عبارة عن مين؟ ال A W ناقص X. طيب هذا بالنسبة لمين؟ هل أنا عايز ال A؟ يبقى أقسم على معامل ال A. طب مين هو القوس بالكامل؟ يبقى إذا ال A يساوي مع ال A تبقى في المقام W ناقص X. طب الجزء الثاني هيبقى في البسط عندي، يبقى Z زائد Y، ثم أبحث عن هذا الكلام اللي أنا حصلته في اختيار الواقع. انا عندي هنا في البسط، تلاحظ ان انا عندي ايه؟ زد زائد واي، زد زائد واي، فين زد زائد واي؟ موجود. طيب دبليو ناقص اكس، دبليو ناقص اكس، يبقى اذا الحل الصحيح مين؟ اللي هو اس. هذه هي من الاسئله المهمه اللي لابد منها سؤال في الامتحان، ان انا احل معادله باستخدام مين؟ ان انا اوجد قيمه متغير بدلاله المتغيرات الاخرى الموجوده في المعادله. نيجي للمسألة اللي قدامنا، بيقول لي find x intercept and y intercept of the graph of the equation. يبقى هنا طالب مني مقطع المحور y ومقطع محور x. يبقى خلي بالي المعادلة بيقول لي 2x plus 3y equal 5. طب عشان اقدر اجيب y intercept يا ترى هعمل ايه؟ او مقطع y، مقطع مين؟ y. اعمل ايه؟ قلنا كده في الحصة ان طالما عايز مقطع واي يبقى لابد من التعويض بالاكس بكام؟ بصفر. تعال نعوض بصفر كده، يبقى 2 ضرب صفر زائد 3 واي تساوي 5. طبعا كل ده بصفر مش لازم. طب يبقى اصبح عندي 3 واي يساوي 5، قسم على 3، يبقى الواي بيساوي كام؟ 5 على مين؟ على 3. هذا هو مقطع مين؟ مقطع واي. يبقى مقطع واي حصلنا عليه كام؟ 5 على 3، وكده احنا خلينا الجزء الاول. طب 5 على 3 انا مش شايف 5 على 3 خالص المساله، بس يبقى عندك الواي دي نعمل كده، واي تساوي 5 ضرب 3 احصلها 1، 1 ضرب 3 ب 3، باقي كم من 5؟ باقي 2، يبقى 2 على كام؟ على 3. طب فين هذا المقدار 1 و2 على 3 في الكلام ده؟ موجود عندها، بيقول لي مقطع واي. طب هنا مقطع واي، لان مقطع واي مختلفين كلهم، يبقى هو ده الحل الصحيح. طب انا عايز اتاكد هل محور اكس تقابل مع محور اكس يساوي 2.5 ولا لا؟ تعال نتاكد كده مع بعض، وبالتالي اعوض في هذا السؤال. يبقى لو انا عايز اكس انترسبت او مقطع اكس، يبقى لابد من التعويض عن الواي بكام؟ بصفر. يبقى عندنا 2 اكس زائد 3 مضروب صفر يساوي 5، 3 ضرب صفر بصفر، اقسم على 2 احصل الاكس كام؟ 5 على 2 اللي احنا ممكن نكتبها 2.5. يبقى فعلا هو هذا هو الحل الصحيح الموجود عندي في السؤال. يبقى طلب مني مقطع واي، اعوض على اكس بصفر. طلب مني مقطع اكس، يبقى اعوض على الواي بصفر. يبقى المساله انتهت. تعال نشوف سؤال ثاني ونشوف نحله ازاي. من الاسئله الظريفه والبسيطه، بيقول اوجد معدل التغير او فايند ذا ريت اوف تشين. واحنا قلنا الكلام ده ليه معنى ثاني، فلازم اخلي بالي. يبقى كلمه ريت اوف تشينج او معدل التغير ممكن يكتبها لمين؟ يكتبها لسلوب، اللي هو مين؟ الميل، ميل المستقيم. طب انا عندي نقطتين موجودات على الخط المستقيم، يبقى الميل بيساوي كام؟ عباره عن الميل اللي هو الام او السلوب، عباره عن مين؟ اقول له واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. طب الكلام ده فين؟ النقطة الأولى أسميها x1 y1، النقطة الثانية أسميها x2 y2. ابدأ عوض، y2 كام؟ 6 ناقص y1 2 على x2 3 ناقص x1 اليمين 0. اطرح 6 ناقص 2 4، ثم 4 على مين؟ على 3. هو ده عبارة عن مين؟ معدل التغير. معدل مين؟ التغير، أو بنسميه rate of change.
لو معدل ميل التغير او احنا بنسميه الميل اللي هو الاسلوب. فنخلي بالنا من هذا السؤال. تعال نشوف سؤال ثاني ونشوف له الزاد. يقول اكتب معادله المستقيم، معادله للمستقيم الذي يمر بالنقطه وميل. طيب طالما نقطه وميل يبقى على طول انا اذكر الحاجه المرتبطه بها او المعادله المرتبطه بها. طالما نقطه وميل يبقى اذا عباره عن مين سلوب، لازم اكون حافظ السلوب بوينت فور عشان اقدر احل. وبالتالي هذه هذا الشكل من المعادلات عارفين احنا ان واي ناقص واي واحد يساوي ام في اكس ناقص اكس واحد. طب فين الام؟ فين الام؟ هو الميل اللي هو السلوب اللي عباره عن الام. طب النقطه اللي عندي هذه عباره عن مين؟ عباره عن اكس واحد واي واحد. ابدا اعوض، يبقى عندنا واي ناقص، نخلي بالنا الواي هنا كام؟ واي واحد بسالب اربعه يبقى في قوسين، لان انا عندي القاعده بتقول ناقص او المعادله الاساسيه. وبالتالي يساوي الام عندنا الميل هو 3 مضروب في اكس ناقص اكس 1 طبعا موجب 2 في شيء مش طبعا هنا سالب مع سالب تحول الى ميل الى موجب، يبقى واي بلس 4 ايكوال 3 تايمز اكس ماينس ميل 2. وتلاحظ ان هو ما عمل اختصارات فانا هخليها زي ما هي. يا ترى الحل الصح فين؟ نلاحظ ان الحل الصحيح واي زائد 4 يساوي 3 مضروب في اكس ناقص 1 اللي هو الاجابه الاولى. ونخلي بالنا من الاشاره. نشوف سؤال ثاني ونشوف نحله ازاي. يقول حدد التمثيل البياني للتالي. طب دي عباره عن ابسوليوت، معروفه الابسوليوت شكلها موجوده. طب دي عباره عن مين؟ لما يجيب لي حاجه كده لا دي عباره عن بيس وايز فانكشن، يبقى اعملها بالطريقه دي، لازم تكون شكلها كده، في قاعده هنا وقاعده بالطريقه وهي مكتوب. طبعا نفس الكلام هنا بيس وايز فانكشن، المعادله معروفه باكثر من قاعده. طب وهنا بيخلي بالنا منها ايضا ان دي عباره عن اف اكس يساوي جريتست انتجر لمين؟ للاكس. جريتست انتجر للاكس، فممكن يجيب لي حاجه كده في الامتحان. اما بالنسبه للسؤال اللي بعد كده بيقول لي اكتب معادله بصيغه الميل والنقطه، او بالانجليزي قلنا سلوب انترسيبت. يبقى لما مجرد الاقي سلوب انترسيبت او الميل والنقطه يبقى واي ايكوال ام اكس بلس ميل بلس بي. مطلوب مني اجي اوجد البي اللي هي البي عباره عن مين؟ عباره عن واي انترسيبت. وطالما مرسومه مثلا موجوده مرسومه وجاهزه عندي مثلا يبقى الواي انترسيبت سهله. عندنا محور واي تقاطع المنحنى مع محور واي عند مين؟ هنا عند الاثنين، يبقى هي دي قيمه البي. يبقى اذا قيمه البي تساوي 2. طب الميل، الميل ممكن احصله باكثر من طريقه، اما واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 يعني عن طريق نقطتين واعوض زي ما عملنا من شويه، او الرايز والران. يبقى انا اقدر اخد النقطه اللي هي متقاطع مع محور واي والتقاطع مع محور اكس. لو احنا كده لو اتحركنا اتحرك ثلاث خطوات الى اليمين يبقى كده موجب 3، طالما الى اليمين يبقى موجب. طب اتحركت الى اعلى كم خطوه؟ خطوتين. طالما تحركنا الى اعلى يبقى موجب 2. طب احنا الميل عباره عن مين؟ عباره عن رايز اوفر ران. الرايز اللي احنا اتحركناه الى اعلى يبقى موجب 2، على الرن هو الافقي هو كام؟ 3. حصلنا الام وحصلنا البي، اقدر اكتب مين؟ المعادله. يبقى المعادله بتساوي كام؟ 2 على 3 اكس زائد البي كام؟ ب 2. وبالتالي هذه تمثل الحل ايضا اللي هو رقم مين؟ رقم بي. اي طريقه الحل. امثله بسيطه واتدربنا عليها كويس في في الحصه. فيرن خلي بالك. تعالى بقى نشوف حل بيقول حل المعادله. رجعنا تاني حل المعادلات يا شباب خلي بالك. وبالتالي انا عندي اقواس، يبقى لابد من استخدام الديستريبيوتد بروبرتيز او خاصيه التوزيع لحل هذا التمرين في البدايه. وبالتالي عندنا هنكتبها مره ثانيه عشان تبقى واضحه. عندنا 7 يساوي سالب 11 زائد 3 مضروبه في بي زائد مين؟ 5. استخدم خاصيه التوزيع، يبقى اضرب 3 مع البي والثلاث مع مين؟ مع الخمسه. يبقى عندي موجب 3 بي زائد 15، وهنا عندنا ماينس مين؟ 11. طب انا عندي حدود متشابهه، ماينس 11 وبوزيتيف 15، يبقى 15 ناقص 11 احصلها ايه؟ 4. يبقى عندنا 3 بي زائد 4 يساوي كام؟ 7. عايزين نحذف الموجب 4، يبقى نعمل عمليه عكسيه اللي هي ماينس، يبقى ماينس 4 ماينس 4. احصل النتيجه عندي 3 بي تساوي 7 ناقص 4 يساوي كام؟ 3.
من اجل حذف الثلاث، هذا الثلاثة مضروب في البي، عملية عكسية، عكس الطرد يبقى قسمة، يبقى اقسم على مين؟ على ثلاث، وبالتالي اقسمت على ثلاث، قسمت على ثلاث، احصل قيمة البي بكام؟ بواحد، وهذا كده السؤال انتهى. يبقى خلي بالكم من طريقة حل الأسئلة. رجعنا ثاني مرة ثانية يا شباب بالنسبة لمقطع واي، ما هو مقطع واي ومقطع اكس؟ اكس انترسبت واي انترسبت، ولكن في هذه المرة اعطيني جدول. خلي بالك معاي، احنا قلنا لما اوجد كتبناها من شوية، لما اجي اوجد مقطع واي بنعمل ايه؟ فإذا نخلي بالنا، قلنا لما اجي اوجد مقطع واي واي انترسبت مباشرة اضع الاكس بصفر. طب فين الاكس؟ هذا الاكس فين الاكس بصفر؟ قيمتها كام؟ يبقى اقول له خلاص الواي تساوي 2، يبقى هذا هو واي انترسبت. طب احنا قلنا كمان لما قلنا اكس انترسبت لابد من التعويض باستخدام مين؟ الواي تساوي صفر. هذا محور، هذا قيمه الواي، قيمتها بصفر فين؟ قيمه الاكس قصادها بصفر، يبقى عندنا الاكس يساوي كام؟ سالب 2. يبقى اذا مقطع واي باثنين، عندنا واي مقطع واي، واي انترسبت باثنين، اكس انترسبت بسالب 2، يبقى هو دي الاجابه الصحيحه. يبقى خلي بالنا من هذه النقاط المهمه جدا. يا ريت خلي بالك، تعالى بقى نشوف سؤال اخر. حل المعادله، ومن المعادلات البسيطه ايضا، بس خلي بالنا في ناس كثيره بتغلط في هذا السؤال. فانا عندي مثلا 1 زائد ار على 9 تساوي 4. اسهل حاجه انا اتعامل معها حاليا عمليه الجمع دي، موجب واحد. يبقى نطرح واحد من الطرفين، يبقى اكنسل الواحد مع الواحد، احصل ار على 9 تساوي كام؟ 4 ناقص 1 احصلها 3. خلي بالك الثلاثة معناها 3 على 1. اصبح تناسب، يبقى اعمل عمليه الضرب التبادلي، يبقى اضرب الاربعه الار ضرب الواحد احصلها ار، وهضرب التسعة ضرب الثلاث احصلها كام؟ 27. وبهذا كلام انهينا هذا السؤال. خطوتين بساط وما فهمش اي مشاكل، ولكن لابد من التركيز. تعالى بقى نشوف سؤال اخر. اي متتاليه تمثل متتاليه حسابيه؟ نخلي بالنا ايه هي مواصفات المتتاليه الحسابيه؟ اولا لابد من اضافه او طرح نفس القيمه على الحد الاول كل مره، او ما نقولش الحد الاول كل حد، يعني كيف نجيبها؟ يعني مثلا الحد الاول مثلا 5، هضيف مثلا 3، يبقى اذا كان 8، يبقى لابد من اضافه 3 اخرى عشان اقدر اجيب الحد اللي بعده. اجيب اضيف 3 اخرى مثلا عشان، يبقى اذا كده كل مره احنا بنضيف ايه؟ نفس المقدار. طب تعالى الكلام ده نشوفه هنا. اولا الخمسه بقت اصبحت 10، يبقى ضفت 5. طب ده اصبحت 20، يبقى ضفت 10، ما تنفعش معانا الاولى، لابد من اضافه نفس المقدار. طب تعال نشوف، انا عندي يا ترى السالب 26 اصبحت 22 ازاي؟ ضفنا عليها 4. طب عرفتها ازاي يا استاذ؟ اطرح الثاني من الاول، يعني السالب اطرح الثاني ناقص الاول، يبقى السالب 22 ناقص سالب 26 احصل اقول ب 4. طب هل هنا زودت 4؟ نعم زودنا 4، زود 4 على سالب 22 من سالب 18. طب هل هنا زودت 4؟ خلي بالك هنا زودنا 2 فقط، وبالتالي الرقم دي ايضا مضبوط. طيب الاخير او رقم سي، ال 18 اصبحت 16 يبقى نقصنا 2، ال 16 اصبحت 15 نقصت 1، فايضا مضبوطه، يبقى اذا الحل الصح الاخير. عايز تتاكد منه تاكد عادي مش مشاكل، شوف احنا زودنا هنا كل مره كام. يبقى ممكن اطرح اقول سالب 9.7 ناقص 12.3، يعني معناها سالب 9.7، طبعا هنا في سالب هنا، يبقى اصبحت مين؟ موجب 12.3. طبعا هنا عمليه طرح، يبقى 13.6 اصبح 11، يبقى كام؟ 2، يبقى كل مره بنزيد كام؟ 2.6. هذه بالنسبه مين للسؤال الموجود قدام. نشوف سؤال ثاني بيقول ببساطه، احنا قلنا التبسيط ما هو الا عمليه فك الاقواس ونجمع الحدود المتشابهه مع بعض. وبالتالي اصبح عندنا كام؟ اقول له عندنا 2 × 6x + 4 + 7x. وبالتالي افك الاقواس باستخدام خاصيه التوزيع،
يبقى عندنا 12 اكس عمليه ضرب زائد 2 ضرب 4 8 زائد 100 7 اكس كومبايل لايف تيرمز او اجمع الحلول المتشابهه اللي هي 7 اكس وثواني هو 12 اكس. يبقى 7 اكس و12 اكس اللي قدامنا احصلهم كام؟ 19 اكس زائد 100 8. وهذا السؤال كده خلصته، بس اوعى تجمع ال 19 مع ال 8، هذه حدود غير متشابهه فلا يمكن جمعها. نشوف سؤال ثاني ونشوف نحله ازاي. بيقول حل التناسب، طبعا احنا قلنا حل التناسب سهل جدا، كل اللي بعمله اهو 3 على 8 يساوي بي على 10. ممكن احلها بالطريقه التاليه، هضرب ضرب تبادلي 8 ضرب بي احصلها 8 بي، 3 ضرب ال 10 احصلها 30، ثم اقسم على مين؟ على 8 اللي هي معامل بي. يبقى اذا البي يساوي كام؟ 30 على 8. ممكن ابسط، قسم البسط على 2 احصلها 15، اقسم المقام على 2 احصلها كام؟ 4. ممكن كمان لو اللي حصلته في الاختيارات اجيبها لك علامه عشريه، يبقى خلاص اقسمها ب وهات العلامه العشريه. خلاص؟ تعالى بقى نشوف سؤال ثاني ونشوف نحله ازاي. حل المتباينه، رجعنا للمتباينات مره ثانيه ونخلي بالنا في المتباين. انا عندي سالب 11 واي ناقص 13 اكبر من 42. سالب 13 عكسها يبقى اول عمليه عكسيه ليها، يبقى اضيف 113 للطرفين احصل عندنا سالب واي 11 واي اكبر من 42 زائد 13 احصلها 5 وكام؟ 5. ولكن هنا نريد الان ان نقسم على كام؟ على سالب 11 ديفايدد باي نيجاتيف 11. وقلنا في القسمه على عدد السالب او الضرب في عدد السالب لابد من تغيير هذه العلامه. يبقى هذا الشكل. يبقى اصبح عندنا سالب 11 واي على سالب 11 ولا 55 على سالب 11. اصبحت الواي اقل من كام؟ من سالب 5. يبقى اذا 55 تقسيم سالب 11 يبقى سالب، وبالتالي الحل الصحيح اللي هو ان. اوعى ننسى ان لما اقسم او اضرب على السالب لابد من تغيير اتجاه علامه التباين، اكبر نخليها اصغر، اصغر نخليها اكبر. سؤال ثاني بيقول حل المعادله لايجاد كيو زي ما حللنا من شويه، اوجدنا الاي يبقى نفس الكلام، يبقى عندنا اي مضروبه في كيو ماينس 8 ايكوال 23. يبقى اي كيو ماينس A مضروبة في 8 يبقى حصلها 8 A يساوي ماينس سوري بوزيتيف 23. عايزين نحذف 8 A يبقى هنضيف 8 A إلى الطرفين. كنسلنا خلاص الاثنين دول مع بعض، حصلت A كيوب تساوي أقول كده 8 A زائد 23. طبعا ممكن نكتبها 23 زائد 8 A أيضا صحيح. انا عايز مين؟ كيو، يبقى لازم اخلص من مين؟ من A، يبقى هقسم الطرفين على A، وبالتالي كيو تساوي 8 A زائد 23 على A. طب الشكل اللي موجود عندي مش موجود، خلاص يبقى اعمل ايه؟ اقسم، اقسم 8 A على A، اضيع ال A مع ال A احصل لك كام؟ 8، واقسم 23 على A، يبقى 23 على مين؟ على A. فين الحل الموجود هذا؟ هتلاحظ ان هو اوعى ننسى نخلي بالنا من الاشارات، يبقى اذا 23 على A زائد 2 زائد 8. سؤال ثاني اوجد قيمه التعبير، يبقى اذا هنعوض تعويض مباشر، يبقى عباره عن قول 3 B مضروبه في A تربيع زائد 5، عايزين نقسمها كمان على مين؟ على C. 3 البي عندنا موجوده بس وقيمتها اللي هي كام؟ 6. يبقى 3 ضرب 6 ونعمل قوس كبير كده. طب الاي تربيع عندنا الاي بسالب 2، يبقى سالب 2 داخل القوس والتربيع بره القوس كده. زائد ال 5 نسكر القوس، عايز اقسمها على مين؟ على قيمه السي اللي هي ب 2. طبعا من الخواص احنا عارفين العمليات الحسابيه ان في اقواس، اشوف الاسس الاول وبعد كده بشوف. يبقى انا اقدر اضرب الاثنين مع بعض، 3 ضرب 6 18، سالب 2 تربيع معروف ان 4، لان سالب 2 ضرب سالب 2 بموجب 4، زائد 100 ال 5. اقسمها على كام؟ على 2، وبالتالي تبقى 18 5 زائد 4 احصلها 9، تقسيم 2. وطبعا ممكن اضرب وبقي اقسم او اقسم على طول 18 تقسيم 2 يبقى كام؟ 9، 9 ضرب 9 يعطيني كام في الاخر؟ 1.8. او ممكن اكتب انا الجزء الاول هذا الخطوه في الاول، وثم اكتبها بالحاسبه، ولكن اكتبها صح
عشان احصل على نتيجة صح، مش راح اكتب السالب برا القوس تعطينا نتيجة دائما برا. خلي بالك بيقول لي رايك عن الجبل اكسبريشن 4 ذا فيربر اكسبريشن، يبقى عايزين نكتب الكلام ده عبارة عن يعني بالرياضيات. هنا بيقول لي 20 خلاص 20 divided by، ممكن اعملها بهذا الشكل او اعملها بهذا الشكل divided by t، حرف t 2 to the 5th power، يعني اس كام؟ اس 5. هذه بالنسبة لي للحل المطلوب مني في السؤال. هنا نفس الكلام او يكون للتعبير بعمل التعويض، بس خلي بالنا من الابسولوت فاليو. انا عندي هنا سالب a زائد 2x minus a، طب الـ a بكام؟ يبقى عندنا خلي بالك سالب، ولكن انا هعوض عن قيمة الـ a، الـ a بكام؟ هو 3 زائد الابسولوت فاليو 2 مضروب في الاكس اللي هي سالب 1 كده بنفع اقواس، فنخلي بالنا ناقص الـ a، طب الـ a بكام؟ ب 3. الكلام ده بيساوي سالب 3 زائد اضرب 2 ضرب سالب 1 حصلها سالب 2 ناقص 3. الكلام ده بيساوي، تعال نشوف الموجود داخل الابسولوت، طب سالب 2 وسالب 3 احصلها سالب 5، ولكن نخلي بالنا احنا عارفين دايما الابسوليوت بيحول القيمه السالبه الى موجبه، وبالتالي اخذها بموجب 5. طب سالب 3 زائد 5 احصلها بكام؟ احصل النتيجه النهائيه تساوي 2. زي ما قلت لكم برضه نفس الكلام، وهكتب هذا الالحاد واكمل المساله في استخدام الاله الحاسبه. حل المتباينة المركبة، طبعا دي من الدروس البسيطة اللي هي حل المتباينة باستخدام خطوة واحدة فقط، يبقى 6 أقل من أو يساوي R زائد 7 أقل من كام؟ 10. عايزين نتخلص من مين؟ من هذا الرقم. طب عندي عملية جمع، عكس الجمع طرح، بسالب 7 سالب 7 سالب 7، يبقى 6 ناقص 7 أحصلها سالب 1 أقل من أو يساوي نفس العلامة، ما نغيرش في أي شيء. طب ظل معنا مين؟ الـ R، لأن 7 وموجب 7 ضعوا مع بعض، أقل من أو طبعا دي ما فيش علامة تساوي، يبقى تظل كما هي. 10 ناقص 7 أحصلها كام؟ 3. وهذا هو حل السؤال. يبقى أنا حل، طب أنا عايز أرسم يا أستاذ، ما فيش مشاكل، أدي خط الأعداد ونوضح له أن السالب 1 على اليمين والموجب 3 على اليسار. سوري، سالب 1 على اليسار وموجب 3 على مين؟ على اليمين. عندنا السالب سالب 1 فيها علامة تساوي، يبقى لابد من وضع دائرة مغلقة أو مظللة. طب عند الثلاثة لا يوجد علامة تساوي، يبقى أعمل دائرة من غير تظليل، وأظلل هذا الجزء اللي واقع ما بين السالب السالب 1 وموجب كام؟ وموجب 3. هذه بالنسبة للأسئلة اللي ممكن تجينا في الامتحان. سؤال ثاني عن التغير الطردي، قلنا احنا لما نلاقي كلمة التغير الطردي أو الـ Various Directory، خلي بالك، هنا أعطاني رموز واضحة، يبقى عندنا الـ Y Various Directory يعني معناها يساوي KX. طبعًا اللي حافظ منكم إنه يقول إن الـ K تساوي الـ Y على X مباشرة كده، عشان أقدر أجيب قيمة الـ K. طب أجيبها منين؟ بيقول لي هو الـ Y بـ 72 لما كانت الـ X بـ 8، أعوض، يبقى إذًا الـ Y 72 الـ X بـ 8، يبقى النتيجة كانت 9. يبقى اصبحت المعادله واي تساوي 9 اكس، المساله خلصت، وبالتالي المعادله الصح عندنا مين؟ الاس. بقول لي اكتب معادله تغير طرد، كتبناها معادله تغير طرد. هذا بالنسبه لايه يا شباب؟ بالنسبه لعمليه او مساله تغير الطرد، خلي بالك منها. هنا بقى بقول لي اكتب معادله او رايت ان ايكويشن البوينت سلوب، طالما كان لي بوينت سلوب او بصيغه الميل والنقطه خلاص عرفناها، يبقى عندنا بوينت سلوب عبارة عن مين؟ أقول y ماينس y1 equal m مضروب في x ماينس x1. عندنا النقطة يبقى هي x1 y1. عندنا الميل أو السلوب يبقى هو عبارة عن مين؟ ال m. خلاص أعوض، يبقى عندنا y ناقص، ولكن خلي بالنا في التعويض، ال y واحد بكام؟ بموجب واحد خلاص. يساوي ال m بسالب 6. طب ال x عندنا x ناقص، خلي بالك هنا في إشارة ناقص، ولكن هنا فيها سالب 2. ايوه، يبقى المفروض اكتب كده سالب 2 او اكتبها قصير عشان ما انساهاش. طب سالب مع سالب بيتحول الى ايه؟ يبقى عندنا واحد واي ناقص 1 يساوي سالب 6 في اكس، سالب مع سالب يتحول الى مين؟ الى موجب 2، وبالتالي كده خلص السؤال. يبقى اتاكد من الاسئله، انا عندي هنا واي ناقص 1 سالب 6 واكس ناقص 1 غلط. طب واي ناقص 1 ما هو صح، سالب 6 صح، اكس زائد 2 صح، يبقى هذه العباره الصحيحه. هذا بالنسبة لمين؟ لإيجاد معادلة المستقيم بصيغة الميل والنقطة أو ذا إيكويشن أوف ذا لاين إن البوينت سلوب 4.
طبعا هنا مسألة ثانية بيقول لي يبلغ سعر التذكرة للمعرض الإماراتي 20 درهم للشخص الكبير أو الأدلت مثلا لو أنت عايز تقرأ بالإنجليزي، و 15 درهم للشخص أو الطفل يعني. إذا كانت لديك بطاقة خصم بنسبة 10%، يبقى أنا عندي بطاقة خصم بنسبة 10%، كم ستتكلف تذكرتين لشخصين كبيرين وتذكرتين لطفلين؟ فدي ممكن نحلها على أكثر من أسلوب يعني. أولا لو أنا قلت الأدلت مثلا أو الكبار يعني الشخص الكبير عندي التذكرة الواحدة بكام؟ ب20، هو عايز شخصيا يبقى يدفع كام؟ 20 ضرب 2 يبقى 40 درهم. الكلام ده لو من قبل التخفيض. طب بالنسبة للتشيربن مثلا يبقى الأدلت كان كام؟ التشايلد عندها عبارة عن كام؟ 15، يبقى عندها التشايلد أو الطفل يبقى ده الشخص الكبير والطفل. كم التذكرة كام؟ 15، 15 ضرب 2 كام؟ حصلها 30. طب الإجمالي كام؟ يبقى الإجمالي التوتال عبارة عن 40 زائد 30 حصلها 70، ولكن هذا قبل التخفيض، قبل ما استخدم بطاقة الخصم. طب أنا عايز أجيب الخصم، يبقى إذا الخصم أو الديسكاونت الموجود عندي المفروض يبقى أقول له الديسكاونت كام؟ الديسكاونت عبارة عن مين؟ هضرب السبعين في العشرة في المية نعملها 10 على 100. طبعا بالآلة حاسبة أو يد أو في المشاكل أقدر أختصر 0.0 و70 تقسيم 10 على كام؟ 7 درهم. يبقى إذا التخفيض بتاعنا 7 دراهم، يبقى أنا هدفع كام؟ يبقى الحاجة الإجمالية ب70 عليها تخفيض 7 دراهم، يبقى أنا المفروض أدفع كام؟ يبقى إذا اللي هيتم دفعه أقول له 70 نطرح منها كام؟ 7، يبقى إذا هندفع كام درهم؟ 63 درهم لهذه التذاكر. هذه بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمسألة الموجودة. يبقى خلي بالك من الحسابات بتعملها ازاي. تعال بقى نشوف سؤال ثاني بيقول نفس المسألة حلناها في البداية، ولكن هنا بيقول يوازي أو كلمة بارلل تو. يبقى خلي بالك بارلل تو يوازي. أول ما يلاقي يوازي أو بارلل تو على طول ابدأ بالمعادلة اللي هو أعطيك إياها، يبقى سالب 1 على 4 إكس سالب. اقول له كده ام 1 ايكوال كام؟ فلما نولي حالها يبقى معامل الاكس هو عباره عن الام 1 يبقى سالب 1 على 4. طب طالما قال لي كلمه بارلل او كلمه يوازي، طالما بارلل او يوازي معناها ام 1 هي نفسها ام 2 يعني سالب 1 على 4، خلاص يبقى انا جبت الميل وعندنا النقطه اللي هي عباره عن اكس 1 وواي 1. يبقى اذا في المعادله او بلاش اكس 1 واي 1 لانه عايزها بصيغه السلوب انترسبت، يبقى عندنا اقول كده واي تساوي ام اكس بلس 2 بلس 2. يبقى اعوض يبقى الواي تساوي سالب 1 على 4 اللي هي الام اللي جبناها في اكس زائد 2 بي. عوض ده باكس وواي، قيمه الاكس 4 وقيمه الواي ب 1. يبقى عندنا 1 يساوي سالب 1 على 4 مضروب الاكس ب 4 زائد 2 بي. طبعا ابدا اكنسل 4 من 4 يبقى لي سالب 1. اضيف 1 للطرفين احصل قيمه البي بكام؟ ب2. اصبحت المعادله بكام؟ واي تساوي سالب 1 على 4 اكس زائد 2 زائد 2. هذه هي المعادله المطلوبه، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاجابه الاخيره. هنا بيقول لي اوجد ميل المستقيم، وده اخذنا مساله عليها في البدايه ولكن عن طريق الرسم. جبناه من الرسم. طب ايه المشكلة؟ انا عندي نقطتين، يبقى اذا السلوب عبارة عن مين او الميل؟ عبارة عن y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1. عندنا x1 y1. فالتاني فين x2 y2؟ يبقى نفس الكلام انا x2 y2. اعوض. بس خلي بالي هنا القاعدة بتقول هنا علامة ناقص وهنا علامة ناقص عشان ما نغلطش. y2 بكام؟ بسالب 9. طب y1 بسالب 4 يبقى اختصرهم عشان قبلها سالب. طب x2 عندنا ب 2، x1 عندنا بكام؟ ب 1. يبقى اذا المقام عندنا 1 لان 2 ناقص 1 اصبح هنا سالب 9، ولكن سالب مع سالب تحول الى موجب في عمليه الضرب، وبالتالي اصبح البسط سالب 9 زائد 4 يبقى سالب 5 تقسيم 1، يبقى اذا الميل بكام؟ بسالب 5. قاعدة بسيطة محفوظة لدينا كلنا ونقدر نحل بها ان شاء الله في الامتحان. نيجي لسؤال ثاني عن المتباينة، ونخلي بالنا هنا فيها ابسوليوت فاليوز اللي حلناها في البداية، وبالتالي عندي 2 كي
زائد واحد أكبر من أو يساوي صفر. قلنا طالما علامة أكبر يبقى لازم أعرف إنها كلمة أور أو إيه كلمة أور. يبقى إذا بقول له مفهوم حرف كلمة أور، لا الأخيرة فيها كلمة وا يبقى دي غلط. يبقى خلي بالك عشان ما نغلط. يبقى إذا ناخذ نان نجري الكيس، قلنا إزاي نان نجري الكيس؟ يبقى أشيل علامة الأبسليوت فقط وأكتب الباقي كما هو. بعد كده نجري الكيس أقول 2K زائد 1، أعدل علامة التباين من الطرف الناحية الثانية وأغير إشارة العدد الموجودة. يبقى إذا هنا هنعمل إيه؟ هنطرح واحد، إحنا قلنا العمليات العكسية. وبالتالي عندنا أكنسل، يبقى إذا 7 ناقص 1 هتتحول إلى 6، هي الجزء الأول 6، وبالتالي يبقى عندنا 6 هنا، وهنا سالب كام؟ سالب 8. وبالتالي هنا أقسم يبقى سالب 4، وهنا أقسم يبقى كام؟ موجب 3. وبالتالي عندنا السالب 4 على اليسار والموجب 3 على مين؟ على اليمين. وبالتالي احنا خلاص وضحت الرؤيه بالنسبه لنا، الحل الصح اللي هو مين عندنا؟ على بال نشوف نتاكد من كل واحد. اكس اكبر من او يساوي 3 موجوده في الاولى، واكس اقل من او يساوي 4 الموجوده في الاولى، يبقى اذا الاجابه الصح. يبقى غلطه زي ما انتم شفتوا كده بسيطه مع السرعه مع الحل، ممكن اغلط ما اغير اكتب بدل ما اكتب موجب اكتب سالب وكده ده هضيع مني السرعه. ولكن خلي بالنا من هذه النوعيه من الاسئله. وكده احنا خلصنا مين؟ خلصنا وكده نكون خلصنا ايه يا شباب؟ خلصنا الجزء المراجعه المفروض نراجعه النهارده، ان شاء الله الامتحان يبقى سهل ان شاء الله، خلي بالنا ونركز ونحاول بقدر المستطاع نتأنى في الحل. الزمن عندنا ساعة ونص، ما فيش داعي للتسرع، ما فيش داعي ان اطلع من نص الوقت، لا اخذ وقت كامل واحل المسائل بتاعتي، احضر معي اوراق احل واشوف الحل الصحيح. بالتوفيق ان شاء الله للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.